حضراتكم معانا وفقرتنا الأولى في خيمتنا الرمضانية هذا العام في قناة مصر الزراعية. في هذه الفقرة هنتعرض لشعر من نوع خاص جدا، هو شعر شفاهي ينقل أبا عن جد، شعر عظيم جدا موجود منذ عصر المماليك، ويمكن أعتقد أن ابتدعه ابن عروس، وهنعرف حقيقة الأمر بعد شوية من أهل هذا الشعر. معانا رائد كبير من رواد هذا الشعر الذي يعرف بشعر الواو، وهنعرف ليه برضه سمي بشعر الواو ولماذا هو موجود في صعيد مصر بالتحديد. بيسعدنا ويشرفنا ان نستضيف في هذه الفقره الشاعر عبد الستار سليم رائد فن الواو. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بالساده المشاهدين. ونستضيف الى جواره ايضا المخرج التلفزيوني اسماعيل الشيشيني والذي سلط الضوء على هذا الفن، ولديه برنامج مشترك مع الشاعر عبد الستار سليم من خلاله يقومون بتسليط الضوء على هذا النوع من الشعر المميز جدا واللي هتسمعوا منه وتصدقوا كلامي لما تسمعوا ان شاء الله. اهلا بحضرتك المخرج التلفزيوني اسماعيل الشيشيني. اهلا بك يا نهلا، اهلا بك يا كل سنة وانتم طيبين وبخير. اهلا بكم طبعا منورينا في الليله الفنيه الجميله، ليله رمضانيه وشعريه كمان بشكل مختلف. استاذ عبد الستار، شعر الواو اكيد في ناس كتير جدا من اللي بيشاهدونا دلوقتي عايزين يعرفوا يعني ايه شعر الواو ولماذا شعر الواو. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بنهني القناة الزراعية والتلفزيون المصري ومصر والأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم، وأنا وصديقي الأستاذ إسماعيل الشيشيني سعداء بلقائنا بكم. أهلا أهلا منورنا. أهلا وسهلا بك. الحقيقة الفن الواو هو فن شعري شعبي جنوبي. جنوبي يعني يتقال باللهجة اللي أنا بتكلم بها الآن. يعني أنا مثلا بقول الواو مولود حدانة، وحدانا عمه وخاله، ولا حد يحدي حدانا ولا غيرنا في الجول خاله. هنا المربع ده اربع شطرات يتميز بان هو مصاغ على بحر شعري معين، ويتميز بتقفيه معينه. بقول الواو مولود حدانا يعني عندنا، ولا حد يحدي حدانا، الحدانه هنا يعني حداء انا من الحداء. ده بيسموه جناس تام في اللغة العربية. صحيح. إنه كلمتين تنطقان بنفس الكيفية وتختلفان في المعنى. بقول الواو مولود حدانة، وحدانة عمه وخاله، هنا العم والخال، ولا حد يحدي حدانة ولا غيرنا في الجول خاله. خاله هنا من الخيلاء، يعني يقول لك والله ده خايل في الجلبية، ده خايل في البدلة، الست دي خايله في الفستان. خايله يعني الفستان عليها بالظبط، لا عليها الخال زي ما عليها الخال بالظبط زي ما بيقولوا جماعه الشاميين. ففن الواو يتقال باللهجه الصعيديه ويصاغ على بحر شعري معين ويقفى بشكل معين، وهو شعر مقطعات، كل مقطوعه تعتبر اربع شطرات، عشان كده بعض الناس بيسموه مربع. اما لماذا سمي بفن الواو؟ فهو ابتدع زي حضرتك ما تفضلتي وقلت انه في عهد المماليك والاتراك لما حكموا مصر كان حكم جائر جدا وحكم قاسي جدا ويتسم بالغلظه، وكان الفن الرجل العادي في جنوب مصر، كان جنوب مصر ده انا بسميه الصعيد الجواني على فكره، الصعيد الجواني البعيد خالص، يعني ما فيش لا بنيه اساسيه ولا مدارس ولا زراعه ولا صناعه، فكان عايز يعبر عن همومه والامه، فكان يقف بين الناس ويقول وقال الشاعر، ما يقولش انا اللي قلت. ليه؟ لانه هو حينتقد الوضع السياسي، وضع المماليك والاتراك لما حكموا مصر كانوا يجمعوا ضرائب ليل نهار ومش مهم الشعب عايش ولا مش عايش. فكان يقف ويقول ايه؟ يقول ولا حد خالي من الهم، حتى جلوع المراكب اوعى تقول للندل يا عم لو كان على السرج راكب. وقال الشاعر ولا حد خالي من الهم، حتى السعف في جريده اوعى تقول للندل يا عم لو كان روحك في ايده. وقال الشاعر ولا حد خالي من الهم، حتى الحصى في الاراضي لا ليه مصارين ولا دم ولا هو من الهم فاضي. شيء رقيق وشيء جميل وشيء وصور شعريه بديعه. عشان لما كترت واوات العطف كل ما يقول مربع يقول وقال الشاعر،
بيقول وقال الشعر ما يقولش أنا اللي بقول، حتى لا يقع تحت طائلة القانون لو حد مسكه وقال له أنت بتشتم الحاكم أو بتنتقد الحاكم. فكان بيقول وقال للشاعر، لو مسكوه يقول والله ده مش أنا اللي قلت، ده واحد شاعر قال. وأنا من أجل ذلك سمي بفن الواو. لكن هو أحد عائلة المربعات، المربعات اللي هي تتكون من أربع شطرات، يعني زي رباعيات جهين بس دي في سكة تانية. رباعيات جهين بالضبط. وفيه الموال الرباعي، وفي فن الدبيت، وفي فن النميم، وفي فن العدودة الصعيدية، الست اللي بتبكي في العلميت يعني بتعدد تقول بحر البلد ساعي معاه ورقة، يا ود سلام ولا خبر غرب، بحر البلد ساعي معاه جواب، يا ود سلام ولا خبر غياب. كلمة خبر هنا يعني خبر الموت، لأنه كان يبلغ عنها ابنها، فكانت تعدد يعني تذكر ألامها وأحزانها. فعائلة المربعات فن الواو أحد عائلة. هنرجع نكمل مع حضرتك بس هنطلع فاصل قصير ونرجع بعد كده نعرف بقى أصل حكاية البرنامج التلفزيوني اللي بيهتم بهذا الشعر وبهذا الفن، كيف نشأت الفكرة. وطبعا معروف أن قناة تمنى في قلب الصعيد ومهتمة بشؤون الصعيد وبفنون وعادات وتقاليد الصعيد، هنسأل عن هذا كله بعد الفاصل إن شاء الله. عودة لحضراتكم، ما زال حديثنا عن شعر الواو، ومعانا داخل الاستوديو بيشرفنا الشاعر عبد الستار سليم رائد فن الواو والمخرج التلفزيوني اسماعيل الشاشيني. بنعيد الترحاب بحضراتكم. اهلا وسهلا. سؤال الاستاذ اسماعيل الشاشيني، طبعا يعني حضرتك بتعمل في قناه في الصعيد وبالتالي هتكون معني جدا بالعادات والتقاليد الصعيديه والحفاظ عليها والحفاظ على التراث والسير الشعبيه اللي منتشره في الصعيد بوجه عام. يعني ازاي بقى بدا التعاون بينك وبين الاستاذ عبد الستار؟ هو التعاون بدأ من ايه؟ لازم يكون في تاريخ الشخصيه الاول لازم نعرفه، عشان الانسان لما يتعرض لاي عمل تراثي مش ضروري يعرف مفردات العمل التراثي فقط، ولكن لابد ان هو يكون عنده خلفيه تراثيه. يعني انا كنت راقص فنون شعبيه محترف، فرقص الفن الشعبي بيعرفك الطبلوهات الشعبيه كلها، وبتطلعي منه مثلا اوضاع في الرقص الشعبي، الدوزيم والكاتريم والسنكيم والسوتي ألي والشاني، تطلعي من كل هذه المصطلحات الفرنسية والإلمنتات الموجودة في الرقص للطبلوهات الراقصة عن العصاية، عن الفلاحين، عن الصيادين، وبعدين بتتكلمي مع عازفين الربابة، تتكلمي مع عازفين المزمار، فبتعيشيهم. من هنا كان في حب وزراعة لكل ما هو تراث داخل شخصية اسماعيل الشيشين. وبعدين انتقلت بعد كده للعمل في القناة التامنة، فاشتغلت في الأعمال التراثية، اخترتها بالذات لأن اللمسة اللي قلت لك عليها دي. فلما جاني البرنامج، طبعا احنا كلنا لما يجي يتعرف على المربعات، هو كل معرفة الإنسان بالمربعات كلها رباعيات الخيام، رباعيات صلاح جهين، لكن ما حدش يسمع مثلا عن المربعات اللي موجودة في فن النميم مثلا، في الدبيت مثلا، في انواع الموال، ما حدش يعرف الحاجات دي. فبدات انا من علاقتي بالموضوع قعدت اقرا، فلما جيت اقرا قبل ما اتعرض لقمه معايا زي الاستاذ عبد الستار سليم، طبعا عشان لما تعملي برنامج مع حد زي الاستاذ عبد الستار لازم تكون مفردات الموضوع معاكي على الاقل مفاتيحه. فقعدت اقرا في فن الواو وفن المربعات، فلقيت في التراث حاجات جميله جدا. يعني لما قابلك مثلا حد يقول ايه، إذا كنت راجل وفنان وتبان عليك الشطارة قولي السماء كم فدان ودي لك عليها أمارة، كل فزورة تحدي بين شاعر في التراث والتاني. عايز يقيس السماء، عايز يقيس السماء، قولي السماء كم فدان وديك عليها أمارة، يعني أوافقك ولا لا. إذا كنت راجل وفنان، فشوف التحدي.
فالتاني يعمل براعة استهلال جميلة جدا، يقول له ايه؟ يقول له صلاة النبي تمنع ابليس. نعم، براعة استهلال، تقوم الناس تتشد. صلاة النبي تمنع ابليس، فيها الفايدة والتجارة. يعني انت هتلاقيني انا علشان في اكلم قاهري ساعات وصعيدي ساعات عشان خليط المعايشة. فشوف لما يقول له صلاة النبي تمنع ابليس فيها الفايدة والتجارة، الفايدة دي اللي هي صلاة النبي بنكسب بيها ثواب، والتجارة بتاجر بيها مع ربنا. هات قصبتك وقيس ووراك نكة حجارة. تنكيت الحجارة لأنه ما كان يقيس يقوله هيتقيس بالقصبة أنت السماء وأنا نكت وراك حجارة، فهو عجزه هو كله طبعا. خيال في خيال، مستحيلات هو عجز مستحيلات الاثنين. فطبعا حصل هنا شد وانتباه رائع للموضوع. جيت تاني قريت مثلا حاجة، أنا يعني مع الفنون الشعبية كنت برضو ليه علاقة بالمسرح، ممثل مسرح قديم يعني وكده، فلقيت مربع بيقول صلوا معايا على البدر طه النبي المكمل، هزم الصناديد في بدر وصبر لغاية ما كمل. فأنا لما قريت المربع برضو شدني، لأن المربع فيه جزء كبير جدا من الخلفية البيئية والثقافة الشعبية والثقافة الدينية المترسخة في شخصية هذا الشاعر اللي كتب هذا المربع، اللي هو الأستاذ عبد الستار سليم. هذا من مربعاتي أنا. صلوا معايا على النبي. ودائما ما شعراء الواو وشعراء النميم في التراث ان هم يبداوا بالصلاه على الحبيب المصطفى، صلوا معايا على البدر. بس ده فيها شراكه مع برضو السير الشعبيه وطريقه روايتها. دايما لما نعمل نسمع السير الشعبيه دايما بدايتها برضو بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان يعني يحشدوا كده الجالسين ويخلوهم منتبهين للي هيسمعوه بعد كده. هو انتباه، وبعدين بنقول عليه كمان احنا كسر الحائط الرابع. يعني في التمثيل بقى في المسرح بلغه المسرح نقول الممثل اللي واقف على خشبه المسرح ويشرق الجمهور او ينزل عنده، فهو كسر هنا الحائط الرابع اللي بنقول عليه المدرسه الامبريختيه في الاخراج. خدت بالك؟ فلما نزل هو يقول صلوا معايا على البدر، جاب المشاهدين عنده، شاركهم معاه، فيقوم يردوا عليه ويقولوا عليه الصلاه والسلام. هزم الصناديد في بدر ادى معلومه، ومن هنا احنا بنقول ان ممكن هذه المربعات مربعات تربويه تنفع للاجيال الجديده، واحنا بنعلمها من خلال ان احنا بنحببها في الشعر، وكمان بنعرفها معلومه. هزم الصناديد في بدر وصبر لغايه ما كمل الدين الاسلامي وتعليم الدين الاسلامي عليه الصلاه والسلام. وعلى فكره لما بتسمعي المربع بتحفظيه، فبتعتقد انك انت تقدري تقولي زيه او تعملي زيه، لكن لما تيجي تعملي زيه تعجزي عن ذلك. فده بيسموه السهل الممتنع، وده ابتدعه على فكرة الرجل الجنوبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يعني فن الواو ده خلال الخبرة الحياتية فقط، وهو متأثر بالموسيقى. طب جاب الموسيقى منين؟ اللي هو البحر الشعري، لأنه تأثر بالقصيدة العربية الوافدة مع الفتح الإسلامي. يعني احنا عارفين أنه القصيدة العربية هي فن العربية الأول، فبعد الفتح الإسلامي مع جامعة سيدنا عمر بن العاص سمعوا هم القصائد العصماء، لكن هم ما يقدروش يقولوا قصيدة باللهجة الفصحى، فهم حبوا يقولوا قصيدة بلهجتهم، وحبوا يعملوا مقطع قصير، لأنه الشطر في البيت الشعري مكون من تفعيلتين اثنين بس. يعني مثلا ابن عروس قال ايه ابن عروس؟ قال مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده. حكم بالغة. مستفعل فاعلات للناس المتخصصين، مستفعل فاعلات قال لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم. شيء رائع. وابن عروس ده كان أمي، وكان يقال أنه كان قاطع طريق وتاب، لكنه ابتدى يقول اللي جواه بشكل فيه مموسق. تكمل الصحف ستار لموضوع الحكمة والمثل في المربع. يعني المربع التراث اللي بيقول مثلا عيب الذهب فص ونحاس. أيوة، يعني في خبرات عظيمه جدا للشاعر بتبقى موجوده في المربع وهو بيكتبه. انت عارفه طبعا الذهب معايا ايه؟ الذهب ده طبعا انتوا اكيد تعرفوا الذهب عننا، يعني كل ما يدخله شائبه يعني يدخله النحاس يقل قيمته يقل وزنه، وكل ما يدخله فص
يتقل الفص يقل وزن الذهب فتقل قيمته. فشوف الشاعر يقول ايه، عيب الذهب فص ونحاس وعيب الخيول الحرانه. دي مدرسه يعني هذه الشطره في المربع عيب الخيول الحرانه دي مدرسه كامله في الخيل. الخيل ده بقى موضوع تاني في جنوب الصعيد، بيتعمل له مهرجانات شعبيه ليس لها دخل بالحكومه ولا تنظيم ولا انديه ولا حاجه، اسمها مرماح الخيل. والخيل بيتقسم بقى لخيل ادب وخيل فن وخيل سبق. خيل الادب والفن ده اللي هو بيتعمل له مزيكا يرقص عليه، خدت بالك؟ وخيل السبق ده اللي هو بيرقص، في نوعين، في سبق جري وفي سبق بالزانه، فيودينا في سكه تانية خالص. يقول لك عيب الخيول الحرانه، ودي حكمه، عيب الدهب فص ونحاس ادي شطره، عيب الخيول الحرانه ادي شطره. هو اجاب حاجتين يعني هم اغلى حاجات في الصعيد برضه. آه. المراه الصعيديه بتعتز بالذهب جدا بالزبط. والرجل الصعيدي بيعتز بالخيل جدا، فهو بيجيب العيب اللي يعني يخسر الحاجتين القيمتين. آه. دول. وشوف بقى ارتباطه بالقبيله والاسره فيقول ايه، وعيب القبيله من الراس تكمله المربع. يعني اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص. وعيب الفتى من لسانه، يعني تكلم حتى اعرفك، يعني الفتى لما يتكلم يبان اسلوبه ويبان مميزات شخصيته. فلما نيجي نكمل المربع نلاقي كل شطره فيه بتمثل حكمه. عيب الذهب فص ونحاس، عيب الخيول الحرانه، عيب القبيله من الراس، وعيب الفتى من لسانه. جميل. انا هتوقف مع حضراتكم بس، معانا اتصال هاتفي مع الشاعر عبد الرؤوف مصطفى. اهلا بحضرتك يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. اهلا وسهلا بيك، واهلا بالضيوف الكرام اللي معاك اسماعيل الفنان اسماعيل الشتيني والفنان برضو عبد الفتاح. مرحبا بك. اهلا بحضرتك. قادره افهم من اللغه برضو ان حضرتك بتنتمي لنفس هذه البيئه الصعيديه الجميله والعظيمه. هل حضرتك برضو يعني من رواد فن الواو، بتكتب في نفس هذه السكه ونفس هذه الطريقه الشعريه؟ انا اكتب في الواو، اكتب بس الاكثر اللي مستحوذ عندي في الجنوب شعر النميل. طب نعرف الاختلاف والفرق، لان احنا لسه ما كناش سالنا عن الاختلافات الجوهريه بين انواع الشعر اللي ذكرت في الحلقه. هو كله مربوع. الشعر الجنوبي او الشعر كان الواو او كل شعر مربوع، بس بيختلف في الميزان، وبيختلف لانه الشعر الواو المربع الاول زي الثالث والثاني زي الرابع. اما شعر النميم فبياخذ نمط واحد في القافيه. طيب نتكلم برضو عن شعر الواو وقدرته على حفظ التراث. يعني احنا بنتكلم عن اجيال جديده ما تعرفش شيء عن ماضيها، وانفصلت الى حد كبير عن تراثنا اللي هو اغلى حاجه عندنا، وهي عندي قوتنا الناعمه اللي احنا بنباهي بيها من ايام الفراعنه، واحنا عندنا نقوشات وعندنا يعني ادوات فنيه مستخدمه وغيره من ادوات المصري القديم كقوه ناعمه. ازاي شعر الواو احد الوسائل في حفظ هذا التراث ونقله الى الاجيال الجديده عشان تعرف عاداتها وتقاليدها واصولها؟ هو على العموم يعني اي شعب بدون حضاره ملهوش اثر، لكن شاعر الواو استطاع ان يجمع او يحتفظ او يورينا او يوضح لنا اللي كان موجود في العصر اللي ما احناش فيه دلوقتي. يعني في العصر الجديد او العصر السابق، شاعر الواو ارتبط بالعادات وبالتقاليد وتكلم وتحدث عن التروسيه وتحدث عن العادات والتقاليد اللي موجوده في المجتمع، لكن خد فتره انقطع. لكن انا يعني من ضمن الناس اللي قاموا على احياء فن الواو الشاعر عبد الستار جميل، دي ما اختلفش عليه اثنين. لكن حاليا يمكن شعر الواو بيتبوأ او فن الواو بيتبوأ مقعدي في وسط الشعر. المقطوعه الشعريه ممكن بتديني حدث كان موجود مش موجود دلوقتي. نعم. احنا بنشكر حضرتك جدا الشاعر عبد الرؤوف مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك ولوجودك معنا واضافتك في هذه الفقره، ونرجع لضيوفنا مره اخرى. استاذ اسماعيل، يعني كتير جدا من الشعراء في وصف حال الشعب ابدعوا، وفي وصف يعني لسان حال الناس من مشكلات، من تعبير عن العواطف، من تعبير عن كل ما هو اجتماعي وغير اجتماعي.
كان عندنا ابداعات كتير. طبعا صلاح جاهين كان من اكتر الناس على الاقل في الشعر الحديث، يعني اللي لسه لحد دلوقتي يمكن كلماته مترابطه مع الناس، كلماته ماشيه مع الحياه اللي احنا عايشينها حتى الان. الى اي مدى شعر الواو او فن الواو اثر في نقل هذه الثقافه الشعبيه حتى الان؟ وانا هقول لك بس لحظه واحده استاذ عبد الرؤوف مصطفى كده في مداخله عن فن النميم، هو مربوع برضو قبل ما ننتقل لسؤالك الجميل. ان فن النميم يعني هو في السودان بيسموه الحردلو، يعني ان هو ممتد من السودان لحد مصر عندنا، بينتشر في اسوان، يعني محافظتين بالذات اسوان البحر الاحمر عند قبائل العبابده والبشاريه والعقيلات والانصار والجعافره، كل دول ينشدون ويقولون فن النميم. والحردلو ده يعني جاي من السودان مع القبائل وهي بتتاجر في الجمال، لان احنا عندنا سوق شعبي كل اسبوع اسمه سوق ضراود الجمال، ده معروف جدا، واستاذتنا فريده عرمان عملت فيلم تسجيلي عن سوق الجمال بتاع ضراو. فهم جايين بيحدوا ويقولوا الشعر ويعني وينظموا الشعر وهم ماشيين عشان بيسلوا لياليهم، لان المسافه بتاخد فترات طويله. ومن هنا حصل في تداخل في الانساب، وحصل في تداخل بين الشعر فن الحردلو اللي هو اول من قاله في السودان واحد اسمه محمد عوض عبد الكريم ابو سن، شهرته الحردلو. والحردلو دي لا يعني لها تفسيرات كتير هم عندهم، قال يعني الحار المزاج او القائد، الصعب المزاج او الصعب المراس، او لها تفسيرات كتير. وبعدين نرجع بقى هنا لمصر كما هي العادة، إن هي بتستقبل كل الفنون وتهضمها وترجع تفرض عليها شخصيتها وتصبغها بصبغيتها المصرية الأصيلة، فقالوا عندنا فن النميم. والنميم هنا قالوا هو بمعنى إن هو يزين أو يزركش الكلام بالمحسنات البدعية، نقول عليه الترويش. النميم في اللغة يقول لك المشي البطيء أو صوت القدم أثناء المشي، يقول لك نمنمة، حتى يقولوا منمنمات من الحاجات الدقيقة الجميلة. بالضبط كده، يقول لك المنمنمات. فهو شعر رقيق وجميل. نيجي بقى لفن الواو ومدى ترابط الشعراء مع قضاياهم. أنا في فن الواو لما تعاملت مع الأستاذ عبد الستار وقعدت معه، حتى أنا بنفسي كتبت مربعات وقلت بالعدوى يعني بالعدوى قلت له أي نعم أنا بتعامل مع العميد. هو أنا بسميه من أحيا فن الواو من مرقبه، لأن إحنا في فترة من عند أحمد بن عروس لما قال فن الواو إلى عبد الستار سليم، توفى أحمد بن عروس في فترة موات جابة طويلة زمنية جدا لم يعرف عنها أحد عن فن الواو واتنسب. هو عمل ديوان واو عبد الستار سليم وأنشأ هذا الفن، باع طويل جدا منه. اتفضلي اسمح لنا نسمع حاجة منه علشان برضو يعني أنا هقول لك حاجة بسيطة قوي برضو عجباني من مربعاته، هو يكمل لأنه هو المخزون. يعني ما أقول لك مثلا في الغزل يقول لك الاخضر، لان هو طبعا الواو هتقول لك في الاخضر، وفي يعني لهم رموز هم ولهم عناوين بيقولوا بيها الاخضر اللي هو الغزل بتاعهم. يعني الغزل يعني بيقولوا مثلا عيني رات سرب غزلان، هو عايز يتكلم على الحبيبه يعني على حبيبته، فيقول عيني رات سرب غزلان، شوف التورين فيهم غزاله شريده ماشيه لوحدها فلمحتها، والقلب لما تنغز لان حب عشق شاور القلب، بقى هو اللي شاور هنا أنسنة القلب، يعني القلب ده هو شخص معاه، يعني بقول أنا حبيت دي شاور وقال لي شريدة، بقول لك عيني رأت سرب غزلان فيهم غزالة شريدة، والقلب لما اتنى غزلان شاور وقال لي شريدة. يعني أستاذ إسماعيل متيم بالشعر وبطريقة حضرتك كمان في إلقاء الشعر، وده الواضح طبعا. بنشكرك جدا أستاذ إسماعيل. احنا عايزين يعني نسمع، احنا عارفين طبعا ان هي يعني مربعة بسيطة جدا، فاحنا عايزين نسمع كسرد من هذه المربعة ان شاء الله. بس خلوني اشكر الاستاذ اسماعيل لانه هو ساهم بشكل ملحوظ وواضح وحثيث في انه هو يلقي الضوء على هذا الفن الجنوبي، علما بانه هو مش جنوبي، هو من طنطا لكن له يعني بلديات بحراوي بلديات من طنطا. من طنطا. واهتم اهتمام شديد، وهو الذي كان يبحث عن هؤلاء الناس ويشوفهم فين
ويتصلوا بيه بالتليفون ونسافر لهم. ده احيانا كنا بنسافر الى اماكن ناخد 4 مواصلات يعني نركب الحمير ونركب مركب ونركب عربيه توك توك بصراحه. فهو يعود له الفضل في القاء الضوء على هذا الفن والشعراء ايضا الذين يقولونه الان. يعني هم كثير منهم ناس حافظين مش مبدعين زي جابر ابو حسين مثلا وزي الضوي، كل دول حفظه بيحفظوا رواه لكن فيه ناس بيكتبوا الشعر زي انا ما بكتب كده، بيكتبوا فن الواو. فهذا الرجل الحقيقه انا بشكره على ان هو القى الضوء على هذا وعمل برنامج. هذا البرنامج عاش اكثر من 7 سنوات في قناه طيبه. بنقول اول كلامي حصل لي عل الغزاله مشت له واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشاكله. صلوا معايا على البدر طه النبي المكمل هزم الصناديد في بدر وصبر لغاية ما كمل. بيقول همك يا دنيا جرحنا ميتة بعينك تراعي سكنوا القصور وإحنا سكنين جروف التراعي. صاحب اللي صاحبته مسافات سافر وطول غيابه، صاحب اللي صاحبته مسافات سافر وطول غيابه، كام صبح عدى ومسافات لا جا ولا جا جوابه. كانت بلدنا لنط جاز، كانت بلدنا لنط جاز صبحت كهارب كتيرة بعد الربابة والأرجاز عشقت مدنة وشكيرة. الله على بخت يا أخي تلوى الزان لما عملت سريري، والزان عمره ما يتلوي لكن بخت. على بخت يا أخي تلوى الزان لما عملت سريري لو يوزن القول والزان قمحك ما يسوى شعيري. لما أتانا زمن شين صاحبني صاحب عجوبة، لما أتانا زمن شين صاحبني صاحب عجوبة، يوم ما بقيلوا بقرشين لجم وشد الركوبة. يلي انت جاي لي معاتبني ليه بعتني بالخسارة، يلي انت جاي لي معاتبني ليه بعتني بالخسارة، وحركت قمحي معاتبني دا جبن ولا جسارة. ما يصحن الهم ميت هون ولا صخرة في البحر لانت، دا العشرة على الحر متهون لكن على النبل هانت، لكن على النبل هانت. جميل. لغتنا جميلة وإلقاء حضرتك للشعر بالطريقة دي يعني حاجة تدخل القلوب بجد، وأعتقد أن هي يعني دخلت قلوب مشاهدينا جميعا. أكيد في شعراء كتير جدا أثروا في هذا الفن، لكن زي ما أستاذ إسماعيل قال أنه يعني شهد فترة موت لهذا الشعر كبيرة جدا. مسؤولية أن أنا أحيي حاجة هي ماتت بالفعل، يمكن يكون أنا أفكر أنه المجتمع لم يكن يريدها بعد. ازاي حضرتك تحملت المسؤوليه دي؟ فكرت ازاي انك تعيد هذا اللون من الشعر مره ثانيه؟ هي في الحقيقه مسؤوليه صعبه جدا، والاستاذ اسماعيل يفهم ذلك تماما، لانه احنا قرانا متباعده ومتراميه الاطراف ووسيله المواصلات ما فيش تقريبا معدومه. فعلشان تلفي النجوع والكفور والبلدان والقرى المتباعده عشان تبحثي عن واحد يحفظ هذا الفن، لأنه هذا الفن غير مدون. أيام المماليك والأتراك ما كانش فيه وسيلة تدوين لا تسجيل ولا كتابة، كان فيه الحفظة فقط. الناس اللي حبوا هذا الفن وحفظوه وحفظوه في صورهم، وهذا الفن وصل لنا محفوظا. من أجل ذلك المربع قد تجديه بأكثر من شكل، يعني يتقال في القرية دي بشكل ويتقال في القرية الثانية بشكل. ليه؟ لأنه هو مش مكتوب، وبعدين الراوي قد ينسى كلمة فيحط كلمة بدالها من عنده. من أجل ذلك قد يحدث كسر في البيت،
محدش يقدر يعرف الكسر الا واحد باحث زي يقول لك لا الكلمه دي مش مظبوطه واحنا بنحاول نرممها. انا حاولت الف في الكفور والنجوع وجمعت اربعه مجلدات من هذه الفنون الشعبيه القديمه. صدر منهم المجلد الاول عن سلسله الدراسات الشعبيه التابع للهيئه العامه لاصول الثقافه، وفيه ثلاث اجزاء تحت الطبع في تحت الطبع في المطابع يعني. فهذه الفنون ما كانش حد يعرف تقعيدها ايه، قانونها ايه، بتتقال ازاي. انا الحقيقه الحمد لله اصدرت دراسه ادبيه عن اتحاد الكتاب بتقنن فن الواو، وتشوف وجدت انه في علاقه بين فن الواو وفن الموشح وفن الموال، الموال الرباعي. الموال الرباعي اصلا اربع شطرات ايضا، لكنه يصاغ على بحر شعري ثاني ويقف بشكل ثاني. وسميت الدراسه دي فنون الموشح والموال والواو، ودي كانت اول دراسه تستقصي علاقه فن الواو بالموشح والموال. عندنا احنا الموال الرباعي، وعندنا زي ما قلت كل مربع يا استاذ ستار هو موال، وليس كل موال مربع. بالضبط كده، الواو له قانون. يعني فن التربيع، يعني انا اقول مثلا من فن التربيع موال رباعي مثلا، اقول ايه؟ اقول قطر الحبايب رسى بس الحبيب ما جا فيه. ما جاش فيه. قطر الحبايب رسى بس الحبيب ما جا فيه. ضحك عزولي وبصت عينه سام جفيه، وقال لي خلك قدر على البعد، قلت له هو يجفيني لكن حالف انا ما جفيه. الله الله. اسمحوا لنا، وانتم عملتوا عمل مبدع في قناه طيبه شعبيات على مدى سنوات طويله، نعرض للساده المشاهدين يعني اللي لم يتسنى لهم انهم يشوفوا البرنامج جزء منه، علشان يعرفوا المجهود الجميل اللي بذل من يعني رواد الحفاظ على التراث وجامعيه الاستاذ عبد الستار سليم والمخرج اسماعيل الشاشيني بهذا البرنامج. نشوف جزء من البرنامج ونرجع نختم مع ضيوفنا. يعني انت مسكت هذا الموضوع وتقتله بحثاً. زي ما هو. جميل جميل جميل. فبتكلم الحاجات اللي كنا بنعملها معاه ما بنعملهاش مع الاخ الشقيق. ورغم ذلك يعني رغم كده برضو ما تمرش. هنا بنقول ايه؟ يا مكل فتيننا وبلحنا. يا مكل فتيننا وبلحنا في الدار وعايش معانا. لما صرنا في الدار بلحنا. ما فكرش فينا بمعانا. تاني يا مكل فتيننا وبلحنا. ايوه. في الدار وعايش معانا. لما صرنا في الدار بلحنا. ما فكرش فينا بمعانا. جميل. نفسر للساده المشاهدين. يا مكل فتيننا وبلحنا، يا مكل فتين والبلح بتاع الجناين بتاعتنا. كان ياخد من غير ما يشاور. نعم. في الدار وعايش معانا كانه واحد مننا. خالط. خالط علينا. ايوه. قاعدين ما قاعدين تلاقيه نايم بالدمسه. حلو. يقول لك فلان ده نايم بالدمسه. نايم بالدمسه. حلوه حلو. نايم بالدمسه يعني على كده ما يروحش. نعم. ده مستمر في القعده. انت عارف الدمس يعني. طبعا طبعا الدمس. طبعا الدمس ده عارفه. زمان انا كنت اشوف جدي. ايوه. ابو ابوي. يجيبوا لك العجينه دي، العجينه القمح. ايوه. ويدبدبوه اسمها الدبدابي. الدبدبية. أيوة. ويجيبوا مخلفات الحيوانات. أيوة. اللي هو لمغز الحمير او أيوة. كان روس يعني. نعم. ويتحرق لحد ما يبقى رماد. نعم. يبقى رماد ويجوا حاطين الرقاقه دي جوا الدمسه دي. نعم. جوا الدمسه ويطيب على صهج النار دي. نعم. او الرماد ده. نعم. وبعد كده يتنفض، يقول لك دي اسمها ايه؟ الدبدبية. يقول لك دي اسمها الدبدبيه. دي كانت عندكم. الدمسه. الحته الدمسه دي هي، والدمسه الثانيه. الشاي. أيوة. كانت عامل على الدمسه. نعم. ال ال الحاجه اللي بتتقعد فيها النار دي. أيوة. ما تخلصش طول الليل. نعم. دايما كنكه الشاي محطوطه فوقيها. نعم. يقول لك الشاي جوا الدمسه وعب واشرب. جميل. يعني جميل. سخن. جميل جميل. ما لسه ما بردش. حلو حلو. سواء كانت دي او دي. جميل. دي هي الدمسه. جميل. على حد علمي طبعا. انت تمام. اكبر طبعا، ممكن تكون فيها معلومه ثانيه يعني استوعبها من حضرتك. هو الحقيقه الكلام اللي انت قلته قريب جدا من الصح، انما حكايه الدبدابه اللي انت قلت عليه. ده
ده كان ما بيتحطش في الدمس عندنا يعني آه. جايز عندكم كان كده أيوة. لكن في جنوب مصر كانوا بيسموه الجرس اللي من تحت. يعني ايه الجرس اللي من تحت؟ اللي هو بعد الفرن البلدي بتاعت زمان ما يحموه عشان يخبزوا فيها. يقول لك الرقراق لما تروق النار. ميزة البرامج وميزة الثقافات دي نهلة هي النقل المعاني اللي احنا مش فاهمينها للناس عشان تعرف حاجات جديدة. صحيح، واعتقد ان يعني مشاهدينا بوجه خاص هيستمتعوا جدا بهذا اللون من البرامج لانه يعني ملائم لطبيعتهم البسيطه والموجوده في الارض وفي الغيط وبنتكلم بشكل عادي. لم يتبقى لدينا من الوقت بكل اسف الا كلمه اخيره لكل من ضيفينا، فنبدا بالاستاذ عبد الستار ثم الاستاذ اسماعيل، تفضل. الحقيقه انا بتقدم بالشكر للقناه الزراعيه وحضراتكم انهم اهتموا بموضوع فن الواو، لان انا حاسس انه الاعلام بشكل عام مقصر في ان هو يعرف فن الواو والفنون الصعيديه القديمه. صحيح. يعرفها للناس لانه ده تراثنا، ده تراثنا. لما يطلع ابني انا ما يعرفش تراثي او ما يعرفش حضارتي او ما يعرفش الاثار بتاعتي او ما زارش البلدان اللي المفروض يزورها، ده قصور. يا ريت كل القنوات تحذو حذو حضراتكم ويلقوا الضوء على هذه الفن، مش بالضروره فن الواو بالذات، فن الواو وفن الموال والعد كل الثقافات المختلفه. طبعا لانه اولادنا ابتدوا يتثقفوا بثقافات وافده خطيره جدا علينا. يعني هو الغرب عايز ينتزع منينا، ينتزعنا من جذورنا، ودي في منتهى الخطوره. فالبرامج دي هي اللي بتثبت او بتعيد للانسان المصري شخصيته وهويته. صحيح استاذ اسماعيل. وانا طبعا بشكر الاستاذ عزيز السيد جدا، انا بشكر ايه بلدياتي او نص بلديات لان امي من اسوان ومن طنطا، وكانت سهره جميله وفقره جميله. وبالنسبه لسؤالك، هو احنا كاعلاميين المفروض الحاله الوسيطه اللي بين المشاهد وبين هذا التراث. والمشروع الجديد ان شاء الله اللي هنشتغل فيه هو مسرحه المربع عشان يوصل اكتر للمشاهد. موقع خاص بالاستاذ عبد الستار سليم على النت بكل اعماله اللي صورها وكل دواوينه اللي اتطبعت، كل لقاءاته الاذاعيه، وفي الاذاعه ما شاء الله عليه برنامج اسبوعي طول السنه وبرنامج يومي في رمضان. زائد اللي انا عايز اقوله، في كتير من الفنون لم نلقي عليها الضوء، لان الناس بتستغرب فن الواو. فن الواو من ساعه ما عملناه في البرنامج بقى بحري يقول الواو. ايوه، وطلعت بقى يعني مواقع كتير بتتكلم عن الواو وجمعيات وانشاء بتتكلم عن التراث وعن الواو. وعايز اقول لهم يعني المفاجاه، في فن لسه ما حدش يعرفه خالص، وتعرف على الاستاذ عبد الستار سليم عن طريق احنا دور كبنا له وحاجات كتير جدا، اسمه فن اللغم او الانين. يمكن حتى ما يتطرقلوش غير قناه طيبه معايا ومع حد بس الدكتور احمد المغربي هنا في القاهره، احنا الاثنين بس اللي حصري معانا هذا الفن. وممكن هو مطروح البرنامج على فكرة ينفع لمتابعيه تحضير أي دراسات موجودة فيه، لأن أنا بشتغل في التراث مش بمسألة إخراج أو بعمل برنامج، أنا بشتغل بروح الباحث، بروح الدارس، بروح الموثق اللي تقدر الحاجة تتوثق في مكتبة التلفزيون أو في يبقى في سي دي أو على فلاش أو على هارد عند أي حد يرجع له بعد كده إن شاء الله. شكرا لك يا وشكرا لنا. واحنا كمان بنشكرك جدا على المجهود العظيم. يعني يا ريت كل الاعلاميين زي حضرتك، يا ريت كل الاعلاميين يقدروا ان هم يعرفوا مهمتهم الاساسيه في نقل التراث، نقل الثقافه، نقل الثقافات المختلفه اللي احنا شفناها واللي انا كمان مستمتعه بيها جدا، واستشعر كمان استمتاع نهله كمان بهذه الفقره. وانا اضم صوتي لصوتكم في شكر هذا الرجل على مجهوده اللي بيعمله الحقيقه. شكرا لكم جميعا. كل سنه وانتم طيبين. اهلا بكم.